السامر عامر وأقول له ألف ألف مبروك، وأقول لكم ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وأسأل الله العلي القدير أن يوفق في حياتي الزوجية المقبلة وأن يسعد ويرزق الذرية الصالحة إن شاء الله. مبروك، ألف ألف مبروك، ربي يتمم لك إن شاء الله رب على خير، منك المال ومنا العيال. ألف مبروك يا ريس سامر، الله يعطيك العافية ويكملك على خير إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله. سامر في هذه اللحظات المباركة أتمنى له كل توفيق وربي يجمع بينهم بخير، ونقول له منك المال ومنها العيال، ويا ربي يوفق ويا ربي يسعد. تراجع علوي زميل العريس سامر، ألف مبروك يا سامر، والله يبارك لك ويفتح عليك إن شاء الله، والله يسهل دربك، ألف مبروك. ألف مبروك سامر. نهني العريس سامر بزواجه ونتمنى له التوفيق وحياة سعيدة بإذن واحد أحد، والله يوفقه إن شاء الله. مبروك، ألف ألف مبروك كابتن سامر. We wish you a happy life. Enjoy your time, سامر. Thank you. والتهنية للابن سامر على زواجه وهو طالب من طلابنا مدرسة المروة الابتدائية، كذلك لوالده الأستاذ محمد عامر زميلنا، ونقول ألف ألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق والسعادة في حياته الزوجية والعملية. نبارك للابن سامر سعد، ونسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير. حقيقة يستاهل كل خير من أفضل من تعاملنا معه حقيقة هو ووالده. ألف مبروك عريسنا سامر، الله يتمم له بخير ويجمع بينهم في خير إن شاء الله. فإنني أهنئ الزميل الأستاذ سامر بالتهنئة النبوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هنأ شخصا أو رفعه يقول له: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. ونتمنى لك أيها الزميل حياة سعيدة مليئة بالتوفيق والسداد. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بالخير والمعروف. ألف مبروك يا سامر وكل عام أنت طيب. ألف مبروك يا سامر، اللهم بارك عليهما واجمع بينهما بالخير. ألف مبروك. ألف مبروك يا سامر، ومنك المال ومنك العيال إن شاء الله. أول شيء بارك لأخوي سامر، والله يوفقه في حياته الزوجية إن شاء الله، وإن شاء الله أتمنى أن يصبر ولا يتسرع في قرارات الزوجية، وإن شاء الله ربي يكرمه بالعيال المعافين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً نبارك له، الله يوفقه في حياته العلمية والعملية، ومنه المال ومنها العيال يا رب، الله يوفقه. رحيم أستاذ سامر، ألف مبروك حبيبي، مع أن اتفقنا نحن اثنين نتزوج سوا بس أنت قبلي، بس يلا منك المال ومنها العيال إن شاء الله يا رب. حاجة حاب أبارك لأخوي يا سامر، أقول له ألف ألف مبروك، والله يتمم له إن شاء الله على خير. الصراحة مرة مبسوط له وفرحان له من كل قلبي، وأسأل الله التوفيق له وللعروسة كمان. كل عام وأنتم بخير، يجعلكم من عواد إن شاء الله، وألف ألف مبروك للعروسين. أنا خال العروسة، والله يوفقهم يسعدهم يا رب، وإن شاء الله ربي يصلحهم ويهديهم
ويرزقهم بالاولاد ان شاء الله والذريه الصالحه. اسمعت التهاني والتبريكات لاخي وحبيبي وزميلي الحكم سامر سعد بمناسبة الزواج في هذه الليله المباركه. اسال الله عز وجل ان يمتعه بالصحه والعافيه ويرزقه الذريه الصالحه ويعينه ويجعل بيته عامرا بذكر الله عز وجل. سامر اخ وعزيز وحبيب يستاهل الفرحه، يستاهل الزملاء يشاركونه في هذه الليله السعيده. اكمل نصف دينه ومحبوب من الجميع، وما حضور الزملاء واصحابه وجماعته اليوم الا تقدير وعرفان ودليل على محبته الواسعه. فاسال الله عز وجل انه يوفق ابوه برضه يستاهل كل خير. نبارك لحبيبنا سامر عامر هذا الزواج ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. الحقيقه يستاهل زميلنا الخير ويستاهل هذا الجمع المبارك، ونبارك له ولوالده واسال الله له التوفيق والسداد. نبارك لاخونا سامر هذا الزواج ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وجمع بينهما في خير. الله يرزق الذريه الصالحه ويطيب مواسعهم. لجنه الحكام في الاتحاد السعودي لكره القدم ومقيم الحكام في ذات التوقيت عزيز الشريف، عزيز البدايه رحب فيك وحياك الله معنا في اطلالتك الاولى وظهورك الاول. في بدايه الحديث ماذا تقول للحكم سامر او الابن سامر المحتفى به في هذه الليله وانت احد الحاضرين اليوم؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية، سعيد جدا باللقاء معكم كأول ضيف في هذه المناسبة. بالنسبة للحكم سامر أنا تعاملي معه ليس تعامل حكم وإنما تعامل أخ، وهو من الناس اللي أنا أعتز وأفتخر معرفتهم لأنه يتميز بميزة يعني تكاد تكون قليلة ونادرة في هذا الوقت، إنه من الشباب الطموح، أيضا يتميز بأخلاق عالية وبخلق فعلا رفيع وتعامله جيد مع زملائه وتعامله جيد مع اللجنة ومنضبط وما شاء الله تبارك الله مداوم على تمريناته. وأنا أحبه كثير سامر صراحة، وكنت حريص فعلا أني أكون أول الحاضرين في هذه اللحظات. أم العريس ووالد كذلك العروسة العم يحيى عامر، في البداية نرحب فيك، ليلة سعيدة وتهانينا القلبية، ألف ألف مبروك لابنتك ولابنك كذلك العريس سامر محمد. بداية التهنية التي تريد أن تقدمها للعروسين معا وكذلك نصيحتك اللي حاب تنصحهم فيها، لأن الحياة الزوجية أكيد مش مثل الحياة العزوبية. الله يحفظك، أولا شكرا على هذا اللقاء، ثانيا الله يوفقهم، ندعي لهم بالتوفيق من الله وإن الله يصلح فيما بينهم، هذه حياة يعني طويلة بإذن الله، إنهم يراعوا بعضهم البعض في أمور دينهم ويتقوا الله في نفسهم وفي الطرف الآخر، وإن الله يسعدهم إن شاء الله ويوفقهم ونشوف أبناهم بإذن الله. هذه لحظات عم العريس العم أبو فواز، رحب فيك وسعادة بتواجدك اليوم معنا وليلة سعيدة عليكم، ألف ألف مبروك حفل زفاف الابن سامر في هذه الليلة السعيدة. إيش حاب تقول للعروسين ليلة كذلك إتمام نصف الدين وليلة خاصة فيك؟ الحمد لله، حياكم الله في هذه المناسبة السعيدة التي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العريسين لما فيه الخير. سامر ولد أخويا ومن خيرة أبناء أخواني خلقا وأدبا وعلما، وكذلك ابنة أخي أيضا من البنات التي معجب بأخلاقهن وأدبهن. في هذه المناسبة طبعا في هذا الوقت المبارك تزدحم الكلمات في الفم، ولكن أحاول قدر الإمكان أن أتحدث بهذه المناسبة بهذه العجالة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لكل شبابنا أن يكملوا نصف دينهم، فإكمال نصف الدين هو الهدف الأسمى والذي نتمناه جميعا. حكم عبد الرحمن المالكي يتواجد إلى جانبي الآن، أحد حكام دوري عبد اللطيف جميل، أهلا وسهلا بك عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير. اليوم ليلة سعيدة على زميلكم المحتفى به في هذه الليلة العريس سامر محمد، إيش حاب تقوله في البداية ونصيحتك له بعد دخول القفص الزوجية قبل أن نبدأ في المرحلة الثانية من الأسئلة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله. أشكر قناة بزيدان القناة المميزة، والشيء الثاني انه حقيقه هي فرحه لنا جميعا، فرحه زواجنا زواج ولدنا الخلوق المؤدب حقيقه الكابتن سامر، اتمنى له التوفيق ان شاء الله في هذه اللحظه. محمد الى جانبي في هذه اللحظات الحكم الدولي السعودي المعتزل خليل جلال رئيس لجنه الحكام الفرعيه بمنطقه مكه المكرمه، اهلا وسهلا بك خليل، سعداء اليوم بظهورك معنا، كل عام وانت بخير. ماذا تريد ان تقول في بدايه الحديث للعريس سامر وفي ليله عمره وفي الليله التي تختلف كذلك بالنسبه له عن كل الليالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المناسبة كبيرة حقيقة وتاريخية، وتسجل للأخ سامر كبداية إن شاء الله لحياة سعيدة، حياة مليئة بالتوافق والتوفيق إن شاء الله تعالى بزوجته. ألف مبروك، أسأل الله أن يجمع بينهم في خير وأن يتمم لهم هذه الفرحة وأن يديمها إن شاء الله السنوات وأعوام عديدة. تواجد أجنبي في هذه اللحظات الحكم بدر الشمراني في حفل زفاف الشاب سامر محمد اللي يعتبر كذلك أحد الحكام في منطقة مكة المكرمة. بدر أرحب فيك في البداية، كل عام وأنت بخير. أولا ماذا تقول للعريس سامر محمد صديقك في ليلة عمره؟ طبعا في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، الله يعيد علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية. أحب أبارك طبعا لزميلنا الحكم سامر، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير إن شاء الله، والله يوفق ويسعد إن شاء الله حياته، إن شاء الله يكون هذا الزواج يعني خير له في أموره العملية والعملية التعليمية. في هذه اللحظات حسين أبو شاهين أحد حكام دوري الدرجة الأولى المتواجدين اليوم في حفل زفاف الحكم سامر محمد. في البداية رحب فيك حسين، كل عام وانت بخير، اليوم في ليلة العمر لزميلكم سامر محمد، ايش حابة تقول له وهو عريس ان يدخل الى القفص الزوجية؟ هذا فيما يتعلق بالشق الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانت بخير، وكل عام قناة عزيزة على قلبي قناة خالد بزيدان الاخ العزيز، وانت بخير جميعا. الف مبروك لاخويا وحبيبي وصديقي، ويعني اخ لم تلدهم يعني حقيقة كابتن سامر، انسان له كل الاحترام والتقدير، من عائلة مشرفة ما شاء الله تبارك الله، فيه وفي أبوه وفي أهله جميعا. أسأل الله تبارك سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسعده في الدنيا وفي الآخرة بجانب الأخ سامر. معنا في هذه الليلة المباركة المحتفى به في هذا المساء سامر، مبروك حبيبي. الله يبارك فيك إن شاء الله حبيبي، الله يتمم لك إن شاء الله بالخير ويوفقك ويسعدك. اللهم أمين، رزقك بالخير إن شاء الله حبيبي. حلو اليوم بالزيادة، يمكن عشان عرس ولا هو هذا لازم الله يسعد. ريان حبيبي شو تقول لسامر؟ والله أقول له ألف مبروك، يستاهل كل خير، إحنا تعنينا له من قاسي الأرض ويستاهل والله، وواجب أن حضورنا في هذا الجمع المبارك واجب لنا وتشريف لنا يعلم الله، ويستاهل كل خير الأستاذ سامر، يستاهل يعلم الله كل خير، الله يشرف مقدارك يا سامر حبيبي. عشان يكون الأخوان في القناة سبق، وين شهر العسل؟ دبي إن شاء الله. دبي إن شاء الله يا أخي، دبي قديم عاد، نحن مو مشكلة، شوية شوية تعرف أنت. طيب كذا اعتزلت تحكيم ذا الحين ولا؟ والله أفكر في نية الاعتزال. الله يسعدك إن شاء الله يوفقك. سامر ما شاء الله ما يقدر يعتزل التحكيم، يعني ما شاء الله السنة هذه غرف له فوق 50 مباراة، هو يغطي ما شاء الله تبارك الله حق خليه يفرح لسه عريس حق 3 سنوات قدام، يعني عشان يفرح. بعطيكم هي الحين خلاص. الله يوفقك يا سامر، تستاهل كل خير إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يتمم لك على خير، والشباب ذول كلهم والله يعني حضروا، أنا أتمنى تجيب الكاميرا عليهم كلهم، ذولا ما حضروا لك إلا من معزة وتقدير، وأنت تستاهل، وأسأل الله عز وجل أنه يوفقك وأنه يتمم لك على خير، وواجبك والله أكبر من كذا، فنسأل الله عز وجل أنه يوفقك إن شاء الله ويتمم لك على خير، وإن شاء الله إن شاء الله عسى نروح معك دبي. الله يحييك.